بفاملي اليوم موضوع كثير مهم بهمنا نحن كأهل، وصار وقت انه نعرفهم هن عليها. كيف بنعرفهم؟ كيف يعملوا بادجيتنج، يعني يكونوا ميزانية، كيف بيصرفوا مصرياتهم، كيف بيراقبوا مصاريفهم، واهم كيف يصمدوا مصاري. تفاصيل كثيرة رح ندخل فيها مع ضيفتنا. برحب بداني باز، اهلا وسهلا فيك داني. اهلا. لقينا الكلمة، بيصمدوا. بيصمدوا اكزاكتلي. حضرتك فاينانشال كونسلتنت او مستشارة مالية وام ثلاث اولاد. نعم، فعندك خبرة دقيقة بهالموضوع. صحيح. بدنا نستفيد من خبرتك المهنية والعائلية حتى نحن كأهل كمان نستفيد كيف نعرف أولادنا على هالموضوع. بداية بادجت، يعني ميزانية. نحن لما نفكر ميزانية بنفكر بأمور عامة، بأمور. صحيح. رسمية، ولكن دولة. كمان العائلات والأفراد. صحيح. عندهم ميزانية. أكيد. لازم يحضروها وينتبهوا لها. شو يعني بادجتينج للأولاد؟ كيف نفهمهم هالشي؟ هلا طبيعي حسب الأعمار، بس نحن عم نحكي إنه في مرحلة بحياة الولد اللي هي لما بيصير مراهق أو تين ايجر، لما بيوصل على عمر 13 بدنا نبلش نوعي. أكيد هالشي بيختلف عن 18 لما بيروح على الجامعة وإلى ما هنالك، بس في مرحلة ممكن نوعي الولد على الأمور المالية، لأنه ديجا بركي عم بياخد من وقت لوقت، بيسحب من أهله مصاري وبيصرفهم، كل مرة بده يقول على شو عم بيصرفهم، ما بينعطى مصاري. هيك بنقول يمكن بهالمرحلة بنبلش نقول له انه هو رح يكون مسؤول عن ماليته، وفينا نبلشها تدريجيا. هلا اكيد لما جينا نقول للولد بدك تعمل ميزانيتك بده ينصدم، يمكن هالشي بيصير أكتر على عمر الـ 14 أو الـ 15، بس بالأول في شغلتين مهمين فينا نعملهم. أول شيء كل اللي بنعطيه نطلب منه يلقط دفتر ويكتب شو فات له وشو ظهر له. نعم. هيدي أول مرحلة. هون عم نحكي بأي عمر مبلش نطرح على الأفكار، ومركزين على العمر بين 13 و 18 سنة. أكيد. وهون مردودهم المادة هن، يعني الأموال اللي بيستلموها هي من قبلنا نحن كأهل. أكيد نحن بنعطيها. نعم. بيجيهم هدايا كمان. وبعدين ممكن يساعدوا أصحاب يشتغلوا شغلة صغيرة، أكيد بيكونوا صغار بس فيهم يشتغلوا شغلة. وأنا بنصح كمان إذا الواحد بده يعطيهم هيك قيمة المصاري، بيقول لهم تعمل شغلة عني بالبيت بعطيك عليها. مش غلط هالأسلوب؟ ما بلاقي، لأنه هيك رح يصير بحياتهم المهنية، أنه بالنتيجة كل شغل. هلأ في إشياء لازم يعملوها تلقائياً، مش إذا ساعدتني بالصفرة أو جلات الجيلات مثلاً، أو الضب غرفتك هيدا لا واجب. هيدا واجب عليه مظبوط أو عليها، بس ما في شك أنه إشياء مش معود يعملها في مجال. يعني مثلاً أنا طلبت من أولادي يعملوا لي جردة بكل شيء في عنا كتب بالبيت، هيدي أخذت معهم وقت يعني. بس دفعت عليها. هلا ما دفعت كتير بس كنت عم بعودهم، حسوا حالهم انه عم ينجزوا. اكيد. وبعدين فرق كتير بين المصاري اللي بيقولوا لي مام بليز اعطينا، او المصاري اللي هن كسبوه. بس هيدا بعمر صغير، يعني 13 14، فيك تخليهم هيك بينبسطوا لما بيشعروا انه هن عم بيكتسبوا مصاري، عم بينجوا مصاري من تعبهم. صحيح. وفي اولاد تحت 13 كمان بيعملوا كيكس وبيبيعوها. صحيح. ايام بيكونوا عم بيشاركوا بمؤسسات خيريه بيتعلموها، بعدين بصيروا يعملوها هني. انه في اشياء كثير الولد بيتعلم. هذا الاسلوب الصحيح والسليم لازم كلنا نتبعه. مش مع حلو كل شيء يكون شغله مقابله دفع، بس ما في شك انه هيدا بتعود. هلا اهم شغله والحافز اذا بدنا نقول له انه كيف بده يبلش ينظم اموره الماليه، اكيد مش ميزانيته، الميزانيه بتجي يمكن بعد شوي 15 16، بس اهم شيء مثل ما قلت بيلقط دفتر وبيكتب كل شيء بفت له وبيظهر، بس بالتفاصيل المملة. هيدا بيمشي اصلا ك يعني مش طريقه مراقبه، بس طريقه تعاون بين الاهل تيشوفوا قد ايه بده وشو عم بيصرف، بدل ما كل كمان. وين عم بيصرف، مش كل مره ينقل له شو بدك فيهم وقد ايه بدك وينعطى على القد. بالعكس هيدا بتصير شوي بتخليه يحس حاله مسؤول. متى حس حاله مسؤول بدنا نبلش نكون شوي ديسيبليني او نكون منضبطين، مش منضبطين على القليله بالكتيبه. لما بدنا نطلب منه يحضر ميزانيه موازنه مش ميزانيه، بنقول له على شهر شهرين ليش ما بتبلش تسجل انت كل المدخول والمصروف،
ومتى عمل هالشغلة. في أبس الأولاد بيحبوا اليوم معلقين تليفوناتهم، في عدة أبس إذا بدك بعطيك كم وحدة، هيدي يمكن بتخليهم أول شيء بتساعد لأنه بتطلب منه بيصير ينقي شو بده عنده بنود، شو كي شو بيقبض شو بيصرف. متى بلش بهالبادجيتينج بروسيس؟ يعني بتعود مزبوط. بتجي أول صدمة، بدنا نعود الصدمة باتفاقية. الصدمة شو هي؟ إنه يدلي قديش عم بصرف على هالشغلة أو هالشغلة، بده يحلل ومن نساعده بده أو بده يعني إذا هالمصروف إنه يعني أنت هالقد مزبوط، هالقد عم تصرف ليك، ليك قديش عم تصرف على الأكل أو على التشيبس أو على ليش قديك، ليك قدي عم تصرف على الشغلة الفلانية، تليفونك فاتورتك إلى ما هنالك. لما بدنا يعني نخلي الولد يكون مسؤول، المراهق ولد، بدنا نحكي بعدين ننتقل على المرحلة نقول له بتحب سوا نقول قدي بدك صار بالجمعة أو بالشهر. نعم. فينا نبلش أسبوعيا لأنه أهين له، ونشوف كيف هو عم يقدر يتدرب بالمصاري اللي منعطى. أنا عملت هالإكزرسيس مع أولادي، مبدئيا منقول لهم حطوا كل شيء، واهم شيء انه ما ينسى شيء، بعدين ما ينسى الاشياء اللي مثلا هدايا للاصحاب على اعياد ميلادهم. طب هيدا بيجي واحد بايار واحد بنيسان. نعم. بدنا نيجي نقول قد ايه بتحسب بتكون وفرتهم من شهر لشهر كم، يعني لازم نحسب كل شيء بيصرفه الشاب او الصبي، يعني مزبوط. اوقات مشوار تاكسي، اوقات أكيد. دفع عن خيو شيء، اكيد كل أكيد. هالامور مزبوط. نجمعها بهال وبعدين بنقول له هو شو رح يكون، عن شو رح يكون مسؤول. أنا برأيي المتواضع لازم يكون مسؤول عن كل مصروفه، فيها تكون تدريجية ما في إشكال، بس إنه فاتورة التليفون لازم هو يكون اللي بيدفعه. إذا سيلولير لما بيصير نعم. عنده سيلولير بعمر معين، هلأ صاروا يحملوا سيلولير بعمر صغير كمان، إنه على 13، أنا أولادي على 15 فتحت لهم حساب مصرفي، عطيتهم ديبت كارد وعطيتهم خط سيلولير. اليوم على 13 يمكن ببلشوا على 12 عم بشوفهم بعمر 6 و7 سنين. بس بيني وبينك رولا هيدي مهمه للاهل اكثر من هلا كثير مهمه للاولاد، بس انا صرت لما بيروحوا ويجوا اولادي بعرف وين ما كان في اتصل فيهم. تخيلي قبل كسلولار، ولكن هن يكونوا مسؤولين عن تكاليف عن جميع مصروف. مثلا اذا في عندك ولد بياخذ دروس خاصه خلي هو يدفع، ايش ليش لا، ما انت عم تعطيه من الى. بس وهون بدنا نرجع للموضوع الأساسي سداني، هو قدي نحن بدنا نمنحهم أو نعطيهم كخارجية، لأنه رجعت برجع بقول نحن المصدر لأموالهم. أكيد. يعني عم تحكي دروس خصوصية، عم تحكي تاكسي، عم تحكي هدية، هيدي يعني مبالغ منا هينة. لا منا هينة، بس الهدية مش كل يوم، بالشهر مرة، كل شهرين مرة، لازم يكونوا هن يتعلموا يصمدوا من شهر لشهر. وهيدا هيدا إذا بديك الإكزرسيس اللي بيخلينا نوصل لمبلغ شهري يقدر يكفيهم ونقدر نحن نأمنه. هلأ أنا إذا ما في أمن لك المبلغ اللي أنت بدك إياه، يا بتجيب مدخول إضافي يا بتخفف مصاريفك، وهون بتعلميه شوي كيف يحمل بده يوفر. أكيد. هلأ هون عم تطلبي شيء سهل كتير نحكي عنه ولكن تنفيذه صعب، لأنه كتار اللبنانيين بيعرفوا هالحالة، بيوصلوا لنصف الشهر وخلص معاشه. أكيد. فكيف إذا بدك تطلبي هالشيء من ولد بعده ببداية حياته؟ بس هو عقد دوره لا. يعني بالنتيجة لا هو عنده هموم أهله ولا عنده مدخول أهله، وبيتكافى مع الوضع، بيصير هو يتعلم ويمكن بيتأقلم مع الفكرة أنه مش كل العالم عندها المصاري اللي بدها إياها لما بدها إياها. قد إيه فينا نكون صارمين بهالموضوع؟ يعني نحن لما منحدد مبلغ معين إيه؟ لما أسبوعي أو شهري مصبوع. للولد فينا نقول له هيدا هو المبلغ المسموح لك ودبر حالك؟ مجرد ما حطينا المبلغ سوا وعملنا الإكزرسيس سوا إيه؟ وأنا ضد أكيد أنه ينعطى أي زيادة إذا طرق شيء عليه، بوافق أنه ينعطى سلفة على المصروف الأسبوع أو الشهر. الأسبوع في كتير أولاد بيقارنوا بين أهلهم وغير أهالي شو بيعطوا أولادهم، وكلنا بنعرف أنه قدراتنا المادية مش كلها مثل بعضها. أكيد. وبفتكر هيدا أول درس بالحياة، أنه الناس مش على قيمة المصريات اللي بيطلعوها، لا
على قيمة الشخصية والطريقة اللي بيتعاملوا مع العالم ما عليه، إنه هيدا كمان مهم. إذا كل شيء بالمظاهر وإذا بدك هالتصعيد إنه أنا سيارة بيك سيارة نعم. بي شو عندي سيلولير شو عندك، إنه هيدا عقلية صايرة سيدة بس بشعة كتير. مفهوم سيفينغز كيف منصمد مصاري كتير مهم كمان. مزبوط. هلأ إن شاء الله يعرفوا هالمراهقين ينضبطوا ويشتغلوا على أساس بادجيت. أنا بفتكر إذا عملت هالشغلة درس للحياة. هلأ في أشهر في بيصير عندهم فائض، لازم ننصحهم أنه يحطوهم على جنب، قرشك الأبيض ليومك الأسود، بس يحطوهم على جنب وساعتها فينا نحن نحفزهم. بنقول أول شيء بنفتح لك حساب ادخار. لا في كتير أولاد بينفتح لهم دفتر توفير لما بيخلقوا والعيلة بتحط فيه والأهل بيحطوا فيه، هيدا نفسه أو فينا نستعمله يبلش هو يحط من مصرياته من الخارجية، يصير يقدر يصمد ويصير يقدر يشوف هالرصيد عم بيطلع. أكيد من وقت لوقت نحكي معه ويعرف الولد أنه مزبوط. عنده هو من خلال قدراته مبلغ معين بيقدر يسنده في حال عزه. رح تقلي لي رولا أنه بصير الولد يقول بدي أقبض مصاري عيدي ما بدي صح. أوكي على القليلة في هو يشتري السباق حتى يجمع مزبوط. مبلغ أكتر أوكي. وأكتر يمكن فيها شوي مش كتير حلوة، بس بآخر المطاف عم يتعلم الادخار والتوفير وهيدي كتير مهمة. هلأ اللي فينا نعمله تنحفظه من وقت لوقت، فينا نقول له مثلا أنه أنت إذا قدرت وفرت على 3 أشهر مبلغ أنا بعطيك قده إذا عندي الإمكانية. مبدئيا مفروض لأنه الواحد بيعطي خارجية لأولاده على قدر إمكانياته. سو إذا هو قدر يوفر 10-20 دولار حلو نحفز ونحطها ونحطها كمان. شكرا لك ست داني باز، ريت لي معنا وقت أكثر لنغوص أكثر بتفاصيل كلنا بنستفيد منها. أهلا وسهلا فيك. ميرسي بوك. وقفة قصيرة مشاهدينا ونرجع منكمل حلقتنا لليوم من ألايف، خليكم برفقتنا.